ولد هو عجوز، مراته عجوز عقيم، نفسروها بالعلم لا يمكن. عطاه الله هذا الولد، ملي كبر شويه ولا يتسخر معاه ويخدم معاه، فلما بلغ معه السعي بدا زعما بدا يخدم معاه، بدا يعاونه، بدا يحفر معاه بالفاس، بدا يهز معاه الحجار، بدا يبني معاه، بدا المهم بدا يخدم معاه. فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. ياك ديما كتقراو هذه نتوما في القران، ياك عمر شي واحد فكر يتشاور مع ولده؟ القران فيه سيميائيات، فيه رموز، فيه اشياء خصكم تخدموا بها، الا ما خدمتوش بها غتهلكوا، الا ما خدمتوش بها غتمحنوا في حياتكم. وعطانا نماذج ولسيدنا نوح كي كان، سيدنا اسماعيل، سيدنا ابراهيم، سيدنا ابراهيم اللي كان طفل كيفاش كان مع باه، سيدنا يوسف فشنو كدار مع باه. خصكم تعرفوا المسائل على الاقل كيفاش تربيوا ولادكم. بعدا كاين اللي ولده ما عمرو تشاور معاه، ما عمرو ريح معاه، ما عمرو تصنط ليه. ملي كنقول الناس راه ولادكم حسن منكم كيبقاو يشوفوا، واخا عنده 10 سنين تصنط ليه، ربما يكون الراي ديالو احسن من ديالك. علاش؟ لان الاسلام ما فيهش البلوغ. القانون الوضعي ديال نابليون فيه البلوغ، الاسلام فيه الرشد. يقدر يكون الولد راشد على 10 سنين. كاين الرشد وكاين البلوغ. ولقد اتينا ابراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. الرشد كيتكلم على الرشد. هذا ابراهيم كان فتى وبدا كيدعي القوم ديالو لله وحطم لهم. هذا خصكم تفهموا هذه القضيه، بان الاطفال حتى هما راه عندهم واحد الدور، حتى هو راه يكون الراي ديالو، ربما يكون عنده فكره، ربما يكون عنده شي حاجه ينفعك بها، ولكن لبقيتي ساد على هذاك يخرج عليا الزنقه راه ما غاديش تستافد. ربما يكون ولدك عنده الراي احسن منك، ولكن غتبقى معصب انت لهذا الراي ديالك. وانا جربتها في ولادي، كاين اشقياء دابا كون سعفت ولادي فيها كان يكون احسن، ولكن ما سعفتهمش. ماشي بحجه انني ما كنتشاورش معاهم، ولكن عليهم خطا، نحن نخطئ، ولكن كان ولدي الراي ديالو احسن مني. وهو عنده 11 عام وكان عنده راي احسن مني. تشاوروا مع اولادكم، لان الانبياء كيفاش كانوا كيتعاملوا مع اولادهم. شوف سيدنا ابراهيم كيتشاور مع ولده في الذبح ديالو. ياكل الله، كيتشاور معاه في الذبح ديالو. ثم ما كتشاوروش مع الولد حتى لا بغيتي تصبغ الدار ولا بغيتي تبرد تغسل الطوموبيل، ما كتشاورش معاه. هذا كيتشاور معاه في الذبح ديالو، قال لي اجي رانا حلمت غندبحك. اش قلتي؟ لو كان ما كانش نبي اش كان غادي يدير سيدنا ابراهيم؟ الا صدق الرؤيا كان غادي يخزن الموس ويدي سيدنا اسماعيل يتكي يذبحو ويجي، ياك؟ هذه لو كان ما كانش نبي. ولكن لانه نبي عيط على سيدنا اسماعيل، قال له البارح حلمت غندبحك، اش قلتي؟ قال له قول لي اش ندير، اش قلتي؟ اشنو الولد قال لباه؟ قال يا ابتي افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. ولما اسلم وتلاه للجبين وناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا. صافي كملت، المهمه كملت، قد صدقت الرؤيا. عاد قال لي انا كذلك مغمين وفديناه بذبح عظيم. هي فين جات هذه السنه هذه ديال الكبش؟ خص من هذا العيد خص يصرف العقول ديالكم لهذه المسائل. ماشي غندبح غناكل اللحم. لا كنتي ناوي تذبح باش تاكل اللحم ما خداماش لك هذه القضيه. تذبح قربانا لله، حيوان يكون جميل متكامل، ما مريضش، ما عورش، ما محيش ليه القرن، الديل ديالو ما ناقص، الصوفه ديالو ما قرعاش، يكون ما طيحينش ليه السنان، يكون ما مشرمش من ودنه، ما يكونش عنده حتى الوسخ فمه. يكون كبش جميل جيد صحيح عالف باش تهديه لله سبحانه وتعالى، وما عنده ما يدير به، لان الله كيقول لك لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ما غادي عنده ما يدير به، ما غادي ياكلها الله سبحانه، ولكن بغي يشوفك انت واش غادي تمتثل الاوامر ديال الله سبحانه وتعالى. سيدنا ابراهيم اللي كان ولد هو نيت ملي كان صغير، كان تيقول لباه امن ما بغاش، جرى عليه بوه، بوه كان كافر ازر، جرى عليه. سيدنا ابراهيم بقى تيحاج بباه، يا ابتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يغني، ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا ابتي اني قد جاءني من العلم ما لم ياتك فاتبعني اهديك صراطا سويا، يا ابتي لا تعبد الشيطان ان الشيطان كان للرحمن عصيا، يا ابتي اني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان ولي. اش قال لي بباه؟ ازر. قال اراغب انت عن الهتي؟ ما باغيش زعما تزيدها.
يعني هذا أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم ولا أرجمنك وهجرني مليا برا. يلا زيد عليا. سيدنا إبراهيم اللي جرى عليه باه فين مشى؟ مشى عند عمه ياك، مشى بات عند عمه، عند خاله، مشى عند جده، مشى عند صاحبه. لا من اللي جرى عليه باه فين مشى؟ عند الله. قال إني ذاهب إلى ربي. هيجري عليك باك في الخلا والقفار ديال شي في جزيرة العرب في الجبال، في غتزيد في غتعطيها. قال لي غنمشي عند الله. قال إني ذاهب إلى ربي. ربي سبحانه فوهبنا له غلاما. الله سبحانه وتعالى أعطاه هذا سيدنا إسماعيل. هذا سبحان الله. هذا الشيء اللي خاصكم هو سيدنا إبراهيم اللي كان طفل، شوف شنو وقع عليه مع أبوه، وهو ملي ولا أب شوف شنو وقع عليه مع ولده مع سيدنا إسماعيل. شوف يعني الأمور كثيرة. ملي سيدنا إبراهيم حماه ليه هذيك الزوبية ديال النار غادي يرميه فيها، وفتى. القرآن يقول فتى. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فاتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوا من كانوا ينطق. يبغى يوريهم الحجة من عندهم. شو طفل فتى، القرآن تقول فتى، ولكن مع ذلك راجعوا فنكسوا على رؤوسهم. هذا القوم ديالو أحماوا له الزوبية بغير ميوفيع. الملائكة صدعوا السماء، ملائكة الرحمن صدعوا السماء كي طلعوا يا ربي إبراهيم سيموت ولن تعبد. الله كيقول لهم خليوني مني لإبراهيم. كيهبطوا عند إبراهيم تيقول لي إن الله ينتظر. قول اش بغيتي، بغيتي يقلبها يقلبها. اش كيقول لهم إبراهيم؟ حتى الدعاء ما داروش، حتى الدعاء ما داروش سيدنا إبراهيم. شوف الإيمان فين وصل، الإيمان وصل عند الله صافي. قال لهم إن علمه بحالي يغنيه عن سؤالي. قال لهم الله راه عارفني غنتحرق، علاش غنقول لي يا ربي شتي؟ قال لهم بحال غردوا ما عارفش. قال لهم إن علمه بحالي يغنيه عن سؤالي، راه عارفني غنتحرق. عاد الله سبحانه وتعالى وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما هاد على إبراهيم. شوف يعني هاد الحوايج اللي خصكم تستحضروا يوم العيد. عاد تبقى المسائل السنن الكونية، كاين سنن شرعية وكاين سنن كونية. السنن الكونية ما كتمشيش بلا السنن الشرعية، لا يمكن. السنن الكونية ما تمشيش بلا السنن الشرعية. الله سبحانه وتعالى بغى يعرفكم بالقوة ديال الجسم ديالكم، بغير الله بغى يوريكم راكم أقوياء وانتم ما بغيتوش تكونوا أقوياء، بغيتوا تكونوا خوافة. بجوج الحوايج، الحاجة الأولى صومكم 30 يوم باش يوريوكم أن الجوع ما يقتلش، ومع ذلك تبقوا خايفين من الماكلة. عاد فيق الماكلة، تدخل مع 12 الماكلة، تجي مع العشية الماكلة، والمرأة لما حطتش الماكلة تجري عليها. ما. الله بغى يوريكم راكم أقوياء، الجسم ديالكم ما محتاجش الأكل. تيقول لك أنت كتصوم شوف مطر لك والو. خصك تعلم أن الأكل ماشي أصلي، أن الأكل غريزة، أن الأكل يفسد العبادة. ملي ما كتاكلش تسمو، ملي كتاكل كتهبط للأرض. علاش؟ ملي ما كتاكلش كتقرب للملك، ملي كتعلف ماشي كتاكل. هادشي اللي كنديروه حنا، راه ما كناكلوش يا إخواني، راه حنا كنعلفوا. ملي كنعلفوا كي تنوليو إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل. علاش سبنا بالأنعام؟ علاش ما سبناش بالحيوانات الأخرين؟ انتم اولاد المدينه ما كتعرفوش العربيه. المهم في العربيه كيتفهم هادشي احسن. انتم ما كتعرفوش العربيه، انتم اولاد المدينه زدتوا في المدينه ما تتعرفوش لا حمير لا بقر لا والو. ياك الانعام هي الحيوانات اللي عندها اربعه المعدات اللي ما كتزقاش من الماكله 24 على 24. البقر كيضل سارح وكيحطوا له الربيع يبات عليه 24 على 24. جميع الحيوانات تستريح بما في ذلك القطط والكلاب، الا شبعوا كينعسوا. حتى الدجاج كيرتم من الماكلة. الأنعام ما كترتاش من الماكلة 24 ساعة على 24. ولذلك كثرة الأكل كاين عند حيوان واحد هو الأنعام. علاش؟ لأنهم كيسمنوا، كيسمنوا باش ناكلوهم، خصهم ياكلوا، خلقهم الله ياكلوا. وحنا ملي كناكلوا بزاف كيشبهنا الله بالأنعام. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. سورة محمد، سورة الأحقاف. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم والدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. أذهبتم طيباتكم في حياتكم والدنيا. الله كيعلم الشخصية المسلمة تكون قوية بالصيام
وكيعلمها تكون قوية بالذبح. ملي كتذبح البهيمة كتولي قوي وفي نفس الوقت كتولي حنين. الناس اللي كيذبحوا كيوليو حنان كيبكيو، الناس اللي ما كيذبحوش ما كيبكيوش. الدول الغربية ما كيبكيوش، ما كيبقاش فيهم الإنسان. لكن المسلمين كيذبحوا، سبحان الله، عملية الذبح رغم فيها السكين والدم فهي تقوي الشخصية. الشخص كيولي قوي. ما ترخاوش مع الحيوان ملي تبغوا تذبحوها، ما ترخاوش، الله يرضي عليكم. شد الموس بقوه وشد الحولي مزيان وضرب ضربه صحيحه، ما بقاش بحال باغي تذبح دجاجه ولا باغي تقطع خيط ولا شي. خصك تكون قوي ملي تبغي تذبحها، خصك تكون قوي. الا ما قدرتيش على الذبيحه احضر للذبيحه، يذبح لك واحد ولكن تحضر انت. كيعلمنا تقويه الشخصيه، كتولي قويه بالذبح، بعمليه الذبح. وسبحان الله عمليه الذبح رغم فيها السكين والدم ما يقدر حتى شي طبيب يحلل هذه من الناحيه النفسيه. اول تحليل هو هذا اللي عطيت، اول تحليل دابا درته في الانترنت، عاد العلماء الاخرين شدوه دابا راهم كيقولوه للناس. وكاين تجارب عاد تحليلات بعد الناس حلوها في دول غربيه ما كيذبحوش، ولقاو بان بالصح ان عمليه الذبح كتعلم الحنان. كاين اللي كيلقى العكس، تيقول لك ناري غادي يذبح بالسكين وغادي يولي خايب وغادي يولي يقتل. ابدا، اللي كيذبح الحيوان لا يمكن يذبح الانسان، من المستحيل. كيعلم الحنان وكيولي قلبه فيه رأفة الداخل ما شاء الله، والشخصية ديالو في نفس الوقت كتقوى. الأمة التي تذبح هي أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الأمم الأخرى لا تذبح، الأمم الأخرى تصعق بالتيار الكهربائي. الأمم الأخرى عرفتوا التور باش كيقتلوه، الغنم والخنزير كيديروا لهم الضو في ودنيهم، والتور والحصان حيت كيذبحوا الخيل، التور والحصان كيقتلوهم بالمطرقة بالماتادور، بالماتادور ماسا كيضربوه في الراس وتيموت. وهادو هما اللي كيقول لك حنا كنعذبوا الحيوان، وهما عندهم الرفق بالحيوان، ما كيحسش بالالم. كيدير واحد لوتد فيه تقريبا 30 سنتيم 40 سنتيم، الماتادور، الماتادور فيه 40 سنتيمتر، وكي اما كيكون ديال الضو كيخرج من الحيط كيدخل في الراس ديال الثور كيطيح، اما كيضربوه بالماسا، كيضربوه في الماسا يدخل في الراس ديال الثور، اما بيستولي كيقتلوا بالفردي. غريب، احنا اللي كنعذبوا الحيوان وهما كيرفقوا بالحيوان. غريب، الله يا امر غريب، يعني العالم غادي باللور سبحان الله هكذا. ولكن حتى شي واحد ما تطرق لهذه القضيه، وحتى شي واحد ما تكلم عليها. طبعا ما يقدرش يتكلم علينا، علوم شويه، علوم شويه المستوى ديالها مرتفع. ملي جينا نسجلوا الالم، حيت كاين واحد الاله كتسجل الاحساس بالالم، ملي جينا نسجلوا الالم عند الحيوان اللي كنذبحوه بالطريقه الاسلاميه لقينا صفر. الاحساس بالالم ما كاينش. ملي جينا نشوفوا الاحساس بالالم عند الصعق الكهربائي لقينا واحد البيك طالع، لقينا اقصى ما يمكن في الاحساس بالالم. غريب، هذه مسجل، كان واحد لاباراي، واحد الاله كتسجل هذاك الاحساس بالالم، بحال التسجيل ديال القلب اللي كديروا انتم، من القلب ملي كيطلب منكم الطبيب ديروا التخطيط ديال القلب. كاين هذا التخطيط، درنا الحيوان اللي كيتضرب بالمطرقه والحيوان اللي كيتصعق، لقينا اقصى ما يمكن في الاحساس بالالم. هذه حجه علميه، حجه علميه، ماشي قضيه تقول لك انتم حيت عندكم الاسلام هذا. نعم عندنا الاسلام، نعم عندنا الدين نفتخر به، نعم عندنا الاسلام يحفظنا من 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 المصائب، وعندنا عقيده تحفظنا من الحرام، لان الحرام كله اداه. علاش؟ للعله، العلماء كيدخلوا العله، علاش الله حرم عليك الخمر؟ طبعا فيها عله، طبعا فيها عله، علاش؟ لان تذهب بالعقل وتؤدي بسرطان الكبد، ماشي سرطان الكبد، اللي كيشربوا الخمر عندهم كل شيء الاعضاء ديالهم مضروبه. واللي كيدخنوا عندهم جميع الوظائف ناقصه. هذا اللي كيشرب غير السيجاره، اللي كيدخن عنده العظم مقيوس والكبده مقيوسه والقلب مقيوس والمخ مقيوس والسنان غادي تخلخلوا وما يبقاش يسمع زين، غادي يتوتروا عيني حمرين، كل شيء عنده مشى. يعني طبعا الله سبحانه وتعالى كيحرم الحرم خبائث، وهذا هو النص الاصلي في التحريم. النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراه والانجيل، اش غادي يدير؟ يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إزرهم والأغلال التي، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. كل ما هو خبيث حرام، كل ما هو طيب حلال. ولذلك قلت أن سنن كونية كتمشي مع السنن الشرعية. إذا كان خطأ، إذا كان خلل، إذا شي حاجة ماشي هي هذيك
الخطأ في السنن الكونية ماشي في السنن الشرعية. شي حاجة ما عرفناش نديروها. السنن الشرعية لا يمكن يكون فيها خطأ، السنن الكونية ممكن يكون خطأ، بمعنى أن القرآن حقيقة مطلقة لا يخطئ، طبعا لا يؤمن حاشا ما يعظ الله. العلوم كلها تحتمل الخطأ، اللي كان صحيح في الثمانينات دابا ولا خطأ، واللي كان صحيح في السبعينات ولا